السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اتمنى ان المحاضرة اللي فاتت تكون حضرتك قدرت تتابعها. النهاردة انا هتكلم على الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا، وفي مجموعة من المواضيع عايز اوضحها ليك. انا النهاردة بتكلم على الجزء الثاني من المحاضرة بتاعت Linear System of Equations والابليكيشن بتاع جاوس جوردن. طبعا المحاضرة دي للفرقة الاعدادية جبر وفاكالتي اوف انجينيرينج. الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا، وجاوس جوردن نجاح باهر في انه يحل اي سيستم من الايكويشنز او من المعادلات واتسو ايفر النوع بتاعه. هل هو ممكن يعطي حل وحيد؟ هل ممكن يعطي عدد لا نهائي من الحلول؟ هل ممكن يدي نو سولوشن؟ هو قدر انه يعالج المشكله دي بكفاءه كبيره جدا. طيب تعال معايا ونبص على أول معلومة من المعلومات اللي عملها جاوس جوردن. جاوس جوردن ببساطة راح قايل، أو يعني السيستم ده قام بالتعديلات ما بين يعني جاكوبي وجاوس جوردن وخلافه، والسيستم أو الخواص الأساسية أو الطريقة الأساسية والفكرة بتاعت الشباب إنهم بيعتمد على حاجة اسمها الرو أوبريشن اللي موجودة في الماتريسيز. أول خاصية، في عندي 3 خواص ما بيغيروش من قيمة المصفوفة، لأن هي الفكرة كلها أنهم مستنتجين من المعادلات، فبالتالي طالما أنا بقدر أعمل ده في الإكويشنز يبقى أقدر أعمله في الماتريسيز. الخطوة رقم واحد أو الخاصية رقم واحد أنه تبديل الصفوف لا يغير من قيمة المصفوفة الأوجمنتد اللي احنا نشوفها كمان شوية. ضرب صف كامل في رقم ثابت لا يغير من قيمة المصفوفة. الخاصية الثالثة، ضرب صف كامل في رقم ثابت ثم جمعه على صف آخر لا يغير من قيمة المصفوفة. يبقى جاوس جوردن بيعتمد على الرو أوبريشنز اللي هم نقدر نعمل لهم، نقدر نسمرايز them in these three main steps أو three main properties. Number واحد، swapping rows, replacing rows, it's not gonna change on the value of the matrix, of the augmented matrix. Number two, multiplying a whole number from the beginning to the end of it in a constant value, it's not going to affect the value of the matrix. Multiplying certain row by a certain number, by a fixed number, then adding this row on another row, it's not going to change the value of the matrix. الخواص دي جت من الايكويشنز زي ما هنشوف واحنا بنحل الامثله كمان شويه. طيب يا ترى ايه الخطوات اللي انا محتاجها علشان اقدر اعمل السيستم اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ ستيبس سهله جدا. رقم واحد لابد انك تكون الاوجمنتد ماتريكس. يبقى نمبر 1 جيت ذا اوجمنتد ماتريكس اللي هي بتساوي ماتريكس مشطوط فيها خط كده، هنا مكتوب الكوفيشنت ماتريكس وهنا الريزلت ماتريكس. دي أول خطوة زي ما هتشوف في المثال اللي جاي. بفتح ماتريكس أحط هنا الكوفيشنت ماتريكس وهنا الريزلتس. ستيب نمبر 2، لو احنا نجحنا باستخدام الرو أوبريشنز اللي احنا شفناها إن احنا نخلي الـ A ماتريكس تبقى I، يعني تبقى يونت ماتريكس، اللي احنا هنحصل عليه ده الـ B ستار. يعني لو قدرت اخلي الكوفيشنت ماتريكس انها تبقى يونت ماتريكس، يبقى الخواص اللي انا بعملها او الحركات اللي انا عملتها دي هتخلي الارقام بتاعه الريزلتس اللي في البدايه او ارقام الايكويشنز اللي في البدايه تتغير وتدي لك الريزلت بتاعه السيستم بتاعك. العمليه ببساطه اكني ضربت كلا الطرفين في A نيجاتيف 1، فA نيجاتيف 1 في A بيبقى I، وA نيجاتيف 1 في B بيديني الريزلت بتاعه الحل. طبعا ده السيستم بملخص سريع جدا. يعني يبقى رقم واحد بعمل اوجمنتد ماتريكس،
بستخدم الرو اوبريشنز اللي هم تبديل الصفوف مكان بعض، ضرب صف في رقم، ضرب صف في رقم، وجمع لصف اخر، عشان اقدر اوصل للصوره اللي حضراتكم شايفينها. اذا عرفت اجيب يونت ماتريكس يبقى انا على طول جبت البي ستار. وانس مور، الناس لو تحب تفتكر هي مين اليونت ماتريكس، هي سكوير ماتريكس، عناصر القطر الرئيسي بتوعها بوحايد، بقيه العناصر بصفار. ده لو هي 2 باي 2 يعني صفين في عمودين، وده لو الماتريكس بتاعتي هي 3 صفوف في 3 عمدان، بتبقى حاجه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالوضع ده كده. كفايه كلام كتير، وتعالى نشوف ازاي بعملها على مسائل. المحاضره دي مخصوص انا عاملها علشان احاول اوصل لك ازاي بقدر ان انا الف في الماتريكس وانقل الصفوف عمدان والعمدان صدور واتحرك فيها بسهوله جدا. تعال نشوف السيستم الاولاني اهو، حاجه بالشكل ده. السيستم اللي موجود ده بيقول انا عندي اكس 1 زي 3 اكس 2 ناقص 2 اكس 3 مش عارف بيساوي 5. المعادلات اللي بعديها، خلينا اتاكد من المعادلات جاست ا سكند. طبعا الكلام ده موجود عندك في الليكشر نوتس، مفيش فيه اي مشكله واتس ايفر. يبقى اكس 1 3 اكس 2 نيجاتيف 2 اكس 3، وده اللي مطلوب في اي مساله انت بتحلها، لابد انك تتاكد منها مظبوطه. تمام 100 100. الخطوه اللي بعديها يا ترى مترتبه، يعني الاكس 1 تحت بعضه، الاكس 2 تحت بعضه، الاكس 3 تحت بعضه، ايوه، بتساوي الفاليوز الانونز في طرف والفاليوز في الطرف الاخر، ايوه. الحركه اللي بعديها والحاجه المهمه جدا قبل ما اكلمك على الرو اوبريشنز وازاي بعملهم، باكد تاني هم جم منين. هو لو السيستم ده 3 معادلات في 3 فاريبلز زي ما حضرتك شايف، او 3 انونز، لو انا خدت المعادله دي طلعتها مكان المعادله الثانيه، وخدت المعادله الثانيه نزلتها مكان المعادله الثالثه، يفرق معاك حاجه؟ ده طبعا، يعني بدل ما اديك دي الاول ودي الثاني ودي الثالث، اديتك دي الاولانيه ودي الثانيه ودي الثالثه، والاولانيه خليتها الثالثه، هتفرق معاك؟ لا. من هنا جه تبديل الصفوف ما بيؤثرش على القيمه. النقطة اللي بعدها، الايكويشن دي المفروض انها ايكويشن مظبوطة، يعني الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. طب لو انا ضربتها كلها في 2 هتفرق حاجة؟ يبقى ده من هنا جت الخاصية ان مالتبلاينج هول نمبر باي افكسد نمبر از جونا افكت ذا ماتريكس او ذا اوجمنتد ماتريكس، ان انا لو ضربت صف كامل في رقم ثابت ما بيأثرش. اخر معلومة، لو انا خدت كوبي من الايكويشن دي وضربتها في 2 ورحت جامعها على الايكويشن اللي فوقيها، هل الميزان يختل؟ هل السكيل ده يختل؟ ده ان الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. يبقى اذا ده معناه وببساطه شديده جدا ان السيستمز اللي موجوده قدامي او الايكويشنز اللي موجوده قدامي اثبتت على طول، الثلاث معادلات دول اثبتوا الخواص اللي بيتكلم عليهم جاوس. الحركه اللي بعديها، اول خطوه هعملها دلوقتي هبدا اكون الاوجمنتد فورما. انا مش عايز اعملها في الصفحه دي، انا عايز اعملها في السلايد اللي جاي علشان اوري لك ان انا هعمل 4 خطوات بالظبط اجيب فيهم اليونت ماتريكس، مش محتاج اكتر من كده. فاول خطوه هعملها، اول حركه هعملها دلوقتي اهو، هبدا احط الماتريكس فورم بتاعتي واكون الاوجمنتد ماتريكس. اهي ادي الاوجمنتد ماتريكس، تابعوني قوي يا باشمهندسين. خط النقطة، هكتب 1 بعدين تحتيه 3 بعدين 2، الرقم اللي بعده 3 5 4، طبعا براعي الإشارة، نيجاتيف 2 يجي بعديها 6 بعدين 3، الرقم الأولاني 5 بعدين 7 بعدين 8. دي شكل الأوجمنتد ماتريكس. لو أنت واخد بالك، دي اللي هي الكوفيشنت ماتريكس ودي اللي هي الريزلتس. يبقى اذا دول انا بسميهم الريزلت ماتريكس، والارقام اللي موجوده قدام الاكسات دول اللي بجيب منهم الكوفيشنتس ماتريكس بتاعتي. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ بالعمليه ببساطه خالص، انا عايز اشوف 1 تحتيه 0 تحتيه 0، بعدين اشوف 1 فوقيه 0 تحتيه 0، بعدين اشوف 1 فوقيه 0 وبعدين 0. ازاي اعمل الحركه دي؟ زي ما انا فهمتك، هعملها في 3 خطوات بالظبط، كل خطوه بعملها بظبط عمود، مفيش حل تاني.
تعالى معايا قوي 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 وتابعني. وميزة كبيرة ان الفيديوز دي already recorded. تعالى بقى شوف اول حاجة الرقم ده لازم يبقى بوان. طيب هو هنا بوان it's really very good. طب لو هو مثلا بفايف اقسم الفيرست رو ده من الاول للاخر على 5 يبقى ده 1 اوفر 5 ده 3 نيجاتيف 2 اوفر 5 ودوت 5 اوفر 5 يبقى لو ده ب 5 مثلا. طب لو الرقم ده ب 5 ب 9 اقسم الفيرست رو على 9 يبقى 9 اوفر 9 3 اوفر 9 ماينس 2 اوفر 9 5 اوفر 9 يبقى بس هنا هو بواحد خلاص. ودي خاصيه من الخواص اللي انا قلت عليه. حد من الناس اللي بتسمعني بتقول لي الله انت ما قلتش نقسم انت قلت نضرب. اقول لك طب ما انا معنى الديفيجن اصلا هو ملتبليكيشن في الانفرس. يعني يلا خليك معايا اول خطوه اهو هفتح الماتريكس الجديده اهي ادي الماتريكس الجديده انا فتحتها. بعدين هكتب العنصر اللي لازم يبقى بواحد. مين العنصر اللي لازم يبقى بواحد؟ الاولاني يبقى ده 1 بعدين يبقى فيه بعدي 3 بعدين نيجاتيف 2 بعدين 5 روعة. الستيب اللي بعديه اللي بقى لك كويس قوي من اللي انا هعمله بقى دلوقتي. انا عايز الفاليو اللي تحت الواحد تبقى بكام؟ بزيرو. ازاي اعمل اللعبة دي؟ ببساطة شديدة بضرب الواحد ده في نفس الرقم ده بإشارة مختلفة. بضرب الواحد ده في نفس الرقم ده بإشارة مختلفة. بعد ما اضرب الواحد ده في نفس الرقم ده بإشارة مختلفة بروح جامع الصف ده هو بعد ما ضربته على الصف رقم 2 هيديني زيرو. لأن لو ضربت الواحد في نيجاتيف 3 هيبقى في نيجاتيف 3 لما أجي أجمعه على 3 هيديني زيرو. طب أنا هقدر أضرب الصف كله هيبقى صعب قوي عليا. أمال أعمل إيه؟ هضرب رقم رقم من دول في نيجاتيف 3 وأجمعه بالتناظر على الصف الثاني واكتب هنا. عيدها تاني. هضرب الصف الاولاني في نيجاتيف 3 ليه؟ عشان لما اجي اجمعها على 3 اديني زيرو. هضرب رقم رقم من دول في دماغنا بعدين اجمعه على اخوه هنا واكتب هنا. تابعني قوي. لاحظ صبعي ده على المصفوفه الاساسيه. صبعي ده هو اللي انا هشتغل بيه او ايدي اللي فيها القلم. هضرب الصف الاولاني في نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 بلس 3 يديني 0 كرر. نيجاتيف 3 في 3 بنيجاتيف 9 بلس 5 يبقى اداني نيجاتيف 4. نيجاتيف 3 في نيجاتيف 2 ب 6 بلس 6 يبقى الرقم ده ب 12. نيجاتيف 3 في 5 بنيجاتيف 15 زائد 7 يبقى بنيجاتيف 8. هقولها تاني. انا ضربت الصف الاولاني ده كله في نيجاتيف 3 في دماغنا وجمعته على الصف ده. لو انا حبيت اكتب انا بكتبها عشان اوريها لك بس. لكن اكشوال في اي امتحان او في اي استخدام مش بكتب ده. يبقى نيجاتيف 3 ار 1 بلس ار 2. بعد ما بضرب واجمع الاجابه بتتكتب هنا. ده الريزلت، الريزلت تنزل هنا. هكتبها تاني كمان مره. مين كمان انا عايزه يبقى بزيرو عشان اوصل لليونت ماتريكس اللي هي 1 0 0 لازم النمبر ده يبقى بزيرو. بس هو هنا ب 2 او ما اعمل ايه؟ اضرب الفيرست رو في نيجاتيف 2 واجمع على اللاست رو. هضرب ستيب باي ستيب. نيجاتيف 2 في 1 بنيجاتيف 2 بلس 2 يبقى الاجابه بزيرو. كرر. نيجاتيف 2 في 3 بنيجاتيف 6 بلس 4 يبقى نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 بقى ب 4 بلس 3 يقوم يديني 7. نيجاتيف 2 في 5 بنيجاتيف 10. نيجاتيف 10 بلس 8 يديني نيجاتيف 2. هعيدها كمان مره. هضرب الصف الاولاني، هضرب الصف الاولاني في نيجاتيف 2 اهو هنزل اهو هضربه في نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 ار 1 بلس ار 3. انا مش محتاج اكتب ده، مش محتاج اكتب ده خالص. انا بس بعمله علشانك انت. نيجاتيف 2 في 1 بنيجاتيف 2 بلس 2 ب 0. هكرر. نيجاتيف 2 في 3 بنيجاتيف 6 بلس 4 يبقى نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 يبقى ب 4 بلس 3 ديك 7. نيجاتيف 2 في 5 بنيجاتيف 10 بلس 8 يبقى نيجاتيف 2. يبقى انا نجحت اني اخلي الماتريكس الاولانيه الصف ده كله 1 0 0. روعه. هروح افتح الماتريكس الجديده. الماتريكس الجديده اللي انا هفتحها ليا خطه فيها اهي.
ايه خطتي في الماتريكس الجديده؟ اولا اللي كتب البيفوت، انا عايز الرقم ده هوب بواحد، فوقيه صفر وتحتيه صفر بالترتيب كده. ايوه بس اوعى تبص على دي انتهت، دي ماتت، انا ببص على اخر فيرجن، دي المصفوفه اللي هبص عليها دلوقتي. الرقم ده بنيجاتيف 4، انا مش عايزه نيجاتيف 4، دي بنيجاتيف 4، مش عايزها نيجاتيف 4، انا عايز تبقى بوزيتيف 1 بالخواص اللي انا قلت لك عليه. يبقى اضرب الصف ده كله في ماينس 1 اوفر 4. لو ضربت ماينس 1 اوفر 4 في 0 هيديني 0، نيجاتيف 1 اوفر 4 في نيجاتيف 4 هيديك بوزيتيف 1، نيجاتيف في بوزيتيف بنيجاتيف 12 ديفايدد باي 4 هيديلك نيجاتيف 3. وانس مور، 0 على نيجاتيف 4 ب 0، نيجاتيف 4 على نيجاتيف 4 ب 1، 12 على نيجاتيف 4 بنيجاتيف 3، نيجاتيف 8 ديفايدد باي نيجاتيف 4 يديني 2. روعه. طبعا دي ماتت، انا ببص على دي بالترتيب بالترتيب. انا عايز تحت الزيرو مين يظهر يا باشمهندسين؟ انا اسف، تحت الواحد مين يظهر؟ زيرو. بس تحت الواحد، تحت الواحد المفروض ان فيه نيجاتيف 2، اقوم اضرب الروه اللي فيه ال1 في 2 واجمعه على ده واللي يطلع اكتبه هنا اهو، اي دي اهي 2 في 0 ب 0 بلس 0 يبقى 0، 2 في 1 ب 2 ونيجاتيف 2 يبقى ب 0، 2 في نيجاتيف 3 بنيجاتيف 6 زائد 7 يبقى ب 1، 2 في 2 ب 4 ونيجاتيف 2 يبقى ب 2. يبقى انا ضربت الصف ده في 2 ورحت رايح جامعه على ده، اشمعنى؟ عشان لما اضرب الواحد في 2 اجمعها على السالب 2 تبقى ب 0. هكرر تاني، انا عايز فوق الواحد يظهر كام؟ يظهر 0، لكنه بكام؟ زي ما انت شايف ب 3. اقوم اعمل ايه؟ اضرب السكند رو ده في نيجاتيف 3 واجمعها على ده، لان نيجاتيف 3 بلس 3 هتدي لك 0. هضرب تاني، ارجوك خليك معايا، ارجوك 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 من فضلك. هضرب في نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 في 0 ب 0 بلس 1 يديني 1، نيجاتيف 3 في 1 بنيجاتيف 3 بلس 3 يديك 0، نيجاتيف 3 في نيجاتيف 3 ب 9 ونيجاتيف 2 يديني 7، نيجاتيف 3 في 2، خلي بالك نيجاتيف 3 في نيجاتيف 3 ب 9، 9 وسالب 2 ب 7، نيجاتيف 3 في 2 بنيجاتيف 6 و 5 يدي لك نيجاتيف 1. روعة. 1 0 0 0 1 0. مين اللي عليه الدور؟ العمود الأخير عايزه واحد فوقيه صفر وفيه صفر. لو كان الرقم ده مش ب 0 كنت قسمت عليه. أم سوري، لو مش بواحد كنت قسمت عليه. لكنه هنا بواحد، احنا we are lucky in this system لان هي just numbers زي ما انت شايف. يبقى روح افتح الماتريكس اللي بعدها اها كده اهو، واروح اكتب اهم صف، الصف اللي فيه الواحد، الصف بتاع الواحد. يبقى ده عبارة عن 0 0 1 و 2. تمام، روعة. الحركة اللي بعديها يا باشمهندسين، عايز يظهر فوق الزيرو، عايز يظهر فوق الواحد اشوف زيرو، عايز اشوف الرقم ده بزيرو لكنه هنا بنيجاتيف 3. تعمل ايه؟ اضرب الواحد ده في 3، معنى ان انا قلت هضرب الواحد ده في 3 الصف كله يتضرب في 3. 3 في 0 زائد 0 ب 0، 3 في 0 ب 0 زائد 1 ب 1، 3 في 1 ب 3 ونيجاتيف 3 يبقى ب 0، 3 في 2 ب 6 زائد 2 يبقى 8. تاني تاني، عايز النمبر ده يبقى بكام؟ بس للاسف هو ب 7. اقوم اضرب الواحد ده في نيجاتيف 7 واجمعه على ده. لما بضرب بضرب من البدايه، يبقى نيجاتيف 7 في 0 ب 0 و 1 ب 1. نيجاتيف 7 ب 0 في 0 ب 0 و 0 يديني 0. نيجاتيف 7 بلس 7 ب 0. نيجاتيف 7 تايمز 2 يوم يديك نيجاتيف 14 بلس نيجاتيف 1 يبقى النمبر ده بنيجاتيف 15. الف الف مبروك حضرتك. جبت دي يونت ماتريكس، دي بقت يونت ماتريكس. اللي حضرتك جبته ده، ده البي ستار اللي هو الريزلتس. يبقى السيستم بتاعي اللي كان اكس 1 واكس 2 اكس 3 الريزلتس بتاعتهم طلعت. هقول اكس 1 بيساوي، انا ده الكولم بتاع اكس 1، خلينا اعلمك دي كمان، ده العمود بتاع اكس 1، ده العمود بتاع اكس 2، ده العمود بتاع اكس 3. بقول 1 في اكس 1 الخط الدوت ده يساوي، يساوي نيجاتيف 15، يبقى اكس 1 بيساوي نيجاتيف 15. اللي بعده
طبعا خلي بالك 0 في اكس 2 0 في اكس 3 خلاص هرجع تاني 0 في اكس 1 مشي 1 في اكس 2 يدي لك اكس 2 بتساوي 0 في اكس 3 بقت ب 0 بيساوي 8 يبقى النمبر ده بيساوي 8 تاني once more كمان مره 0 في اكس 1 ب 0 0 في اكس 2 ب 0 1 في اكس 3 يبقى ده اصبح اكس 3 والكلام ده بيساوي الفاليو الاخيره اللي هي ب 2 زي ما انتم شايفين انا حليت السيستم بكفاءه منقطعه النظير طبعا يا باشمهندسين كثير كثير من الناس بيحل السيستم اللي حضرتك شايفه يعني شوف شوف الاول ده كان السيستم اوف ايكويشنز بتاعي اه ده السيستم اوف ايكويشنز بتاعي ادي المعادله الاولانيه x1 زائد 3x2 زائد مش عارف نيجاتيف 2x3 بيساوي 5 ده اللي بعده 3x1 زائد 5x2 زائد 6x3 بيساوي 7 اللي بعده 2x1 4x2 3x3 بيساوي 8 خدت السيستم ده حطيته في الاوجمنتد 4 الشكل بتاع الاوجمنتد 4 دي الكوفيشن دي الريزلتس جبت واحد بعدين اجيب بعديه صفار ازاي بجيب صفار الواحد اللي انا جبته بضربه في نفس الرقم اللي انا عايزه يبقى بزيرو بس بيتشاره مخالفه بعدين اجمع عليه يبقى هضرب ده في نيجاتيف 3 واجمعه على الصف ده معنى ان قلت الواحد اضربه في نيجاتيف 3 يعني الرو كله بيتضرب في نيجاتيف 3 بفتح مصفوفه عمودي الجاب في ناس بتعمل الثلاثه ستيبس دول ما دي ما تحسبهاش ستيب ده انت نقلت النمبرز دي هنا بس لكن في ناس كل خطوة بيعملها يفتح عليها ماتريكس مرعوب يا عيني فتبقى النتيجة لازم هتطلع غلط مش هتطلع صح لأن ببساطة كل ما أنت بتعمل خطوات أكتر كل ما بتبقى معرض للخطأ أكتر زي ما أنت شايف السيستم بتاعي السيستم اللي أنا كتبته لحضرتك ده بيطلق عليه يونيك سولوشن لأنه فقط الأرقام اللي هي نيجاتيف 15 و8 و2 هم بس اللي يساتسفاي السيستم اوف ايكويشنز اللي موجود قدامي ده. لو أنا شلت الإكس 1 ورحت حاطط نيجاتيف 15 وشلت الإكس 2 ورحت حاطط 8 وشلت الإكس 3 وحطيت 2 هلاقي الإجابة ب 5. لو حطيت نفس القيم في الإكويشن الثانية الاقيها ب 7 في الثالثة يديني 8. طيب تعال نحل سيستم كمان يبقى ده السيستم لما إدالي يونيك سولوشن. خلي بالك بيديني يونيك سولوشن لما يبقى عندي ثلاث معادلات مختلفين في ثلاث مجاهيل اقدر اوجد السيستم بتاعي ولو انا نجحت اني اجيب اليونيك ماتريكس اللي عندي في ناس بتكتبها على اساس انها الرانك او بتحسبهم بالرانكات الرانك تعريفه هو عدد الصفوف هو عدد الصفوف الغير صفرية في المصفوف عدد الصفوف الغير صفرية في المصفوف يبقى اذا ده الرانك وبيقول ان انا علشان احل السيستم الرانك بتاع الاوجمنتد لازم يساوي الرانك بتاع الكوفيشنت ماتريكس لازم يساوي النمبر اوف انونز يبقى ما هو الرانك عدد الصفوف التي لا تساوي صفر انا شخصيا عرفتك ده وزي ما انت شايف انا بمشي مفيش اي مشكله واتسوفر هروح اشوف مساله تانية اهي وليكن المساله ده اهي نفس السيكونسز تاني يلا نعملها مع بعض بدون اي اختلاف واتسوفر برضو انا ليه هدف ان انا احطهم لك قدام بعض فعايزك تشوفهم كويس هروح اهو افتح السيستم الجديد بتاعي وابدأ اعمل الماتريكس بتاعتي اهي اهو ادي الماتريكس الاساسية واحد اتنين تلاتة 1 2 and 3 اللي بعده 3 4 6 3 4 and 6 خلي بالك من الاشارات نيجاتيف 2 بعدين 3 بعدين 4.5 بعدين 5 8 then 12 حاجه بالشكل انا ماليش فيه انت يا ابني مش عايز تحل السيستم ده اول خطوه طبعا مترتبين ايوه الفاريبلز في طرف والنمبرز في الاذر سايد على طول كتبت الماتريكس بتاعتي الستيب اللي بعديه هروح افتح اول ماتريكس طبعا خليني اراجعها مع السورس بتاعنا ايوه مظبوطه تمام هروح اعمل اول ماتريكس اهو وهفتح الماتريكس الجديده بتاعتي اهي
هي باشمهندسين برضو. مين عليه الدور يبقى بواحد؟ اول رقم لازم اول رقم ده اتاكد انه بواحد. هنا بواحد. طب ده لو كان بتسعه كنت هقسم الفيرست رو كله على 9 واطلع الفاليو بتاعته. يبقى دوت بواحد، بعدين ده بثلاثه، ده بعدين ده نيجاتيف 2، بعدين ده يا باشمهندسين بيساوي 5. روعه. الستيب اللي بعديها يا باشمهندسين، عايز تحت الواحد يظهر عندي زيرو، بس للاسف هو عندي هنا باتنين، او ما اعمل ايه؟ اضرب الفيرست رو ده في نيجاتيف 2 واجمعه على ده واكتب هنا، بعمل ثلاث حركات مع بعض، بضرب بجمع بكتب. يلا. نيجاتيف 2 في 1 بنيجاتيف 2 بلس 2 بزيرو، نيجاتيف 2 في 3 بنيجاتيف 6 و4 يوم ده يبقى بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 في نيجاتيف 4 في 2 ب 4، 4 و3 يديني 7. نيجاتيف 2 في 5 بماينس 10 و8 يديني نيجاتيف 2. روعه. الستيب اللي بعديها دايركت. انا عايز النمبر ده كمان يبقى بزيرو، بس هو ب 3، او ما اضرب ده في نيجاتيف 3 واجمع. نيجاتيف 3 بلس 3 بقى زيرو. نيجاتيف 3 في 3 بقى نيجاتيف 9 و6 بقى نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 في نيجاتيف 2 ب 6، 6 و4.5 يوم يديني 10.5. نيجاتيف 3 في 5 بنيجاتيف 15 و12 يبقى بنيجاتيف 3. جبت السيستم مظبوط بالظبط. 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. الستيب اللي بعديه، انا عايز مكان، شوف بص، ماتريكس تنفتح عمود ينظبط، لازم كده، لو اتكلمت كتير تغلط كتير. الستيب اللي بعديه، هفتح الماتريكس اللي بعديها. اهو برضو بنفس السيكونس. انا عايز ده واحد، عايز ده بواحد، بس انفورشنتلي هو بنيجاتيف 2. انا ممكن اعمل ديفيجن لده كله على نيجاتيف 2 على طول. يلا نعمل دي. وكان ينفع اضرب الصف الاخير في نيجاتيف 1 يبقى ده بوزيتيف 3 واجمعه على ده يديني بوزيتيف 1، بس خليني امشي اثبت الكام خطوه دول الاول معاك. يبقى انا همسك الرو ده كله اضربه في نيجاتيف 1 اوفر 2، يعني بقسم على 2، يبقى ده 0. 7 لما تقسمها على 2 يدي لك نيجاتيف 3.5. نيجاتيف 2 لما اقسمها على نيجاتيف 2 يبقى ب 1. الستيب اللي بعديها يا باشمهندسين، عايز النيجاتيف 3 دي الاقيها هنا ب 0، عايز اشوفها 0. اقوم عامل ايه؟ اضرب الرو ده كله في 3 واروح جمعه على الرو ده. بص بقى، 3 في 0 ب 0، 0 يبقى 0. 3 في 1 ب 3 ونيجاتيف 3 يبقى ب 0. 3 في نيجاتيف 3.5 يدي لك نيجاتيف 10.5 بلس 10.5 يبقى ده ب 0. اما اروح اضرب 3 في 1 ب 3 ونيجاتيف 3 برضه ب 0. طالما الرو ده كله زيروز، احنا ما اتفقناش على كده، كان دايما بيطلع هنا ارقام، طالما طلع كله بزيروز ولا عندك مشكله، كمل. قرب لاقرب فورما لنورمال ماتريكس، ليونت ماتريكس. يبقى انا عايز فوق الواحد هو كمان يظهر كام؟ يظهر زيرو، بس هو ب 3. اقوم اضرب الرو ده في نيجاتيف 3 واجمع، يبقى نيجاتيف 3 في 0 ب 0 و1 ب1. نيجاتيف 3 في 1 بنيجاتيف 3 و3 ب 0، نيجاتيف 3 في نيجاتيف 3.5 يديلك 10.5، ونيجاتيف 2 يقوم يديلك 8.5. نيجاتيف 3 في 1 بنيجاتيف 3 و5 يبقى دي ب 2. بص للسيستم، 1 0 0 1 8.5 سالب 3.5 2 1، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، مستحيل هتعرف تجيب ده بواحد. طيب في الوضع ده اتصرف ازاي؟ قال لك في الوضع اللي احنا وصلنا له ده حاول تفكهم معادلات، لان السيستم ده مش هيدي لك حل وحيد. فطب بسيط، نفك يا باشا، نفك معادلات. هسمي دي x1، ده x2، ده x3. روح فك معادله 1 في x1 ب x1، 0 في x2 ماشي، 8.5 في x3 يبقى بوزيتيف 8.5 x3، الكلام ده بيساوي 2. فك السطر الثاني، 0 x1 راحت، اصبح x2 نيجاتيف 3.5 x3 والكلام ده بيساوي 1. الخطوه اللي بعديها، الخطوه اللي بعديها، قبل ما اكمل عايز اوري لك حاجه. طبعا لما بيبقى عندي ثلاث معادلات مختلفين، ثلاث معادلات مختلفين، وبقدر انجح اوصل ليونت ماتريكس زي البروبلم اللي فاتت، كنت كده عندي يونيك سولوشن.
بص المسألة اللي فاتت عرفت أخلي دي يونت ماتريكس، لو حصل صف كامل بصفار من الأول للآخر بعرف على طول، مش محتاج، بعرف على طول إن أنا عندي N finite number of solutions. طيب يعني إيه finite number of solutions؟ العملية بسيطة خالص، يعني هجيب متغير بدلالة متغير، يعني هخلي بعض المتغيرات تعتمد على بعض، فلما القيم هتكمبنسيت with each other ويخلي لي السيستم valid ومظبوط على طول. طب ده يحصل امتى؟ لو واحدة من المعادلات اللي انا مديها لك كانت linear combination من واحدة تانية، يعني كانت مضروبة في رقم وانا مديها لك، قسمتها على رقم وديتها لك، وارد اي حاجة، جمعت معادلتين على بعض وديتهم لك انها المعادلة التالتة، اي حاجة. طيب هكمل السولوشن ده ازاي؟ الامر بسيط خالص، هاجي هنا هقول له consider x3 بتساوي constant، انا هفرضها انها بتساوي c، هروح اشيل كل x 3 هنا وحط c، يعني دي معناها ان x1 بيساوي 2 negative 8.5 c، و x2 same way like، هيبقى x2 بيساوي 1 بعدين positive 3.5x3 اللي هي انا سميتها c. يبقى لو c، لو c انا حطيته بخمسة، يبقى ده يبقى بخمسة وده بخمسة، يطلع x1 وx2 وx3 satisfy equations بتاعتي. لو حطيته بنيجاتيف 2 يبقى ده بنيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 2، اطلع خدت ارقام يظبطوا المعادلات بتاعتي، يبقى انا شفت الانفاينايت سيستم اوف سولوشن. وده نجاح جوز جوردن، لان كرامر ما كانش بيقدر يحل السيستم ده، لو انا عندي ديترمننت في صف كامل بزيروز من الاول للاخر كان الديترمننت ده القيمه على طول بتاعته بتطلع بتساوي زيرو وما اقدرش اعمل فيه حاجه، لكن بالوضع اللي موجود قدامي بالشكل اللي موجود قدامي ده خلاص انا قدرت ان انا اوصل لاصغر يونت ماتريكس، فكتها فردت المتغير بسي واداني انفينايت نمبر اوف سولوشن، انفينايت نمبر اوف سولوشن. كمان معلومة يا باشمهندسين، ودي من الروعة بتاع جاوس جوردن او الباكورد سبستيتيوشن اللي هو من اكتر الطرق اللي انا بحبها في معالجة سيستم اوف ايكويشن، ان الكونسيستنت سيستم اللي هو كان 3 في 3 وكانت الرنكات بتساوي بعضها بعدد المجاهيل نجح انه يحله، كمان ما سابنيش في الانفينايت نمبر اوف سولوشن. تاني الستبس انا مشيت عادي تماما بوصل يونت ماتريكس، لو لقيت صف كامل راح بصفار اصبح عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل، يبقى انا عندي انفاينايت نمبر اوف سولوشن. اجيبه ازاي؟ افكهم معادله وافرض الاكس 3 بكونستانت واعوض بيه. تمام، تعال نشوف كمان مساله. يبقى ادي المساله بتاعتي اهو، خلي بالكم المساله الثالثه اللي انا عايز احلها معاك اهي، برضه نفس السيكونس بالظبط، هو مديني سيستم اوف ايكويشنز زي ما حضراتكم شايفين، هروح على طول السيستم بتاعي ده ببساطه اروح قلبه وحطه في صوره ماتريكس فورم، مفيش اي مشكله واتسو ايفر. يلا نروح اهي، هبدأ أحط الفاليوز بتاعتنا مفيش أي مشاكل whatsoever. يبقى واحد اتنين تلاتة بعدين تلاتة أربعة ستة بعدين نيجاتيف تو وثري وبرضو 4.5 وهنا 5 وإيت وإيت وفايف. الخطوة اللي بعدين عملش فيه، أنا عايز واحد صفر صفر، واحد صفر فوق صفر تحت، واحد فوق صفر. يلا يبقى إذن هخروح على الخطوة اللي بعديها على طول، أدى الماتريكس بتاعتي أهي، فتحت أهو برضو الرقم الأولاني بواحد، لو هو مش بواحد هقسم عليه عشان أقلب واحد، يبقى ده أصبح 1 3 نيجاتيف 2 و 5.
ستيب اللي بعديه عايز النمبر بتاعي ده يبقى بزيرو لكنه ب2 او مضرب ال1 ده في نيجاتيف 2 واجمعه على ده نيجاتيف 2 بلس 2 بزيرو نيجاتيف 2 في 3 يبقى نيجاتيف 6 بلس 4 نيجاتيف 6 بلس 4 يبقى ده اداني نيجاتيف 2 هضرب نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 ب4 و3 يقوم يديني 7 نيجاتيف 2 في 5 بنيجاتيف 10 و8 يديني نيجاتيف 2 هضرب في نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 و3 يديني 0 نيجاتيف 3 في 3 بنيجاتيف 9 نيجاتيف 9 و6 يديني نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 في نيجاتيف 2 يقوم يديني 6 و4.5 يديني 10.5 نفس بالظبط هروح اهو تاني هروح اهو تاني هضرب في نيجاتيف 3 في نيجاتيف 2 ب6 و5 يقوم يديني كام يقوم يديني 11 يا باشمهندسين مفيش اي مشكله واتس ايفر طبعا بضرب الصف اللي فوق في نيجاتيف 3 واجمعه على ده يبقى نيجاتيف 3 في 5 نيجاتيف 15 و10 يبقى ده بنيجاتيف 10 الحركه اللي بعديها اكزاكتلي ذا سيم اللي فات انا عايز جبت 1 0 0 عايز ده بواحد اهو يبقى انا عايز الرقم ده هو يبقى ب1 لكنه بنيجاتيف 2 هو مقسم الرو كله على نيجاتيف 2 0 على نيجاتيف 2 ب0 نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 ب1 7 على نيجاتيف 2 يبقى ماينس 3.5 بعدين نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 يبقى ده اصبح ب1 الستيب اللي بعديه عايز النمبر اللي تحت الواحد يبقى ب0 اقوم اضرب ده في 3 واجمعه على ده 3 في 0 ب0 و0 يديني 0 3 ونيجاتيف 3 يبقى ب0 3 في نيجاتيف 3.5 يديني نيجاتيف 10.5 بلس 10.5 يديني 0 3 في 1 ب 3 ونيجاتيف 10 يديني نيجاتيف 7 ستوب مش هكمل انا مش هكمل مش مهم ايه اللي يعني خلاص طالما الصف اللي جوه ده بزيروز بس مره مش بيساوي 0 ده معناها ان 0 بيساوي نيجاتيف 7 ما احنا اتفقنا ان الخط النقط ده